السلام عليكم. ما زالت الهزيمة المدوية التي مني بها حزب العدالة والتنمية المغربي في الانتخابات النيابية الأخيرة ما زالت على كل لسان، فما حصل في المغرب الأقصى لم يكن مجرد هزيمة لحزب حمل شعارات إسلامية بقدر ما كان انحساراً كبيراً لآمال جماهير كثيرة برؤية مغرب أكثر قوة وتقدماً وأقل فساداً. في حلقة اليوم من برنامج حديث العرب نتوقف مع هذه الهزيمة المذلة، وهو الوصف الذي استعمله بعض قيادي حزب العدالة والتنمية المناوئين لأمينه العام سعد الدين العثماني الذي استقال تحت ضغط من داخل صفوف الحزب. نتوقف مع هذا الحدث لنبحث في أسباب ليس مجرد الهزيمة وإنما في طبيعتها وقسوتها، ولنبحث أيضا تداعياتها على الحزب الذي بزغ نجمه السياسي داخليا إبان الانتفاضة العربية في العقد المنصرم. نبدأ حديثنا بعد متابعة التقرير التالي. من المركز الأول إلى المركز الثامن، ومن 125 مقعداً في البرلمان إلى 12 مقعداً فقط من أصل 395 مقعداً، هكذا كانت نتائج حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية بالمغرب. هزيمة قاسية أثارت جدلاً واسعاً بشأن مستقبل الأحزاب الإسلامية التي تصدرت المشهد السياسي بعد ثورات الربيع العربي. الخسارة المدوية أفقدت حزب العدالة والتنمية أي فرصة للمشاركة في الحكومة المقبلة، بعد أن كان يمثل التيارات الإسلامية السياسية لعشر سنوات مضت مقابل فوز الأحزاب الليبرالية التي يتقدمها حزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على المركز الأول ب97 مقعداً، ثم حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. تلك الخسارة دفعت أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي إلى تقديم استقالة جماعية، كما دعت قيادات في الحزب أمينه العام إلى الاستقالة من رئاسة الحزب بعد الهزيمة غير المتوقعة في الانتخابات البرلمانية. من جانب آخر، كان حزب العدالة والتنمية قد دعا السلطات إلى التصدي لما سماها الخروقات الخطيرة، وأنه سجل ما وصفه بالتوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت دون تدخل السلطات المعنية والسماح في عدد كبير من المكاتب بالتصويت دون التأكد من الهوية. نتائج الانتخابات المغربية كشفت عن تقلص المساحة المتوفرة للإسلاميين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فضلاً عن التغييرات والاضطرابات السياسية والأمنية التي تمر بها المنطقة بشكل عام، ما يثير تساؤلات حول ما سيؤول إليه مستقبل الأحزاب الإسلامية التي دخلت معترك السياسة والحكم، وعن أدائها في إدارة الدولة وحظوظها المستقبلية في الساحة السياسية. إذن التفاعلات السياسية في المملكة المغربية في ضوء نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة هو ما نناقشه مع ضيوفنا الكرام في هذه الحلقة. معي في الاستوديو الأستاذ أحمد القاري الباحث في أنظمة الحكم، وأيضا يشاركنا عبر تطبيق زوم من الدار البيضاء في المغرب الدكتور إدريس بوانو الباحث الأكاديمي، ومن الدار البيضاء أيضا الأستاذ أبو بكر الونخاري الباحث في الفكر السياسي المعاصر. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. لو بدأنا في الاستوديو، قد يفهم أن يخسر حزب في انتخابات نتيجة أخطاء سياسية، أخطاء في الإدارة، مقعدا أو اثنين أو عشرة أو حتى عشرين، لكن ما ليس مفهوما في الحالة المغربية ما حصل لحزب العدالة والتنمية هو أنه خسر 112 مقعدا في البرلمان. هل من تفسير لهذا، إذا صح التعبير، أن الحزب هوى بلا مظلة على الأرض، هل من تفسير لهذه الحالة؟ نعم، ما حصل هو اندثار، هو يعني اختفاء تام، هو صدمة للجميع. لم يكن أي من المراقبين ولا من قيادات الحزب ولا معارضيه ولا من الصحافة ولا من الدولة يتوقع أن يكون التراجع بهذه الدرجة. هي صدمة ما تزال تحتاج إلى الاشتغال على تفسيرها، لأنها ليست كما ذكرت بنسبة يعني محدودة، ليست بتراجع إلى النصف، ليست فقدان الثلث أو فقدان حتى الثلثين، وإنما فقدان 90% من المقاعد. والأشد من ذلك أن الحزب حصل على مقاعد
يعني ما كان ليحصل عليها لولا القانون الانتخابي المعيب. لو كانت القوانين الانتخابية جيدة فبالأصوات التي حصل عليها الحزب لم يكن سيحصل على أي مقعد للأسف. فهذا يدل على أن الخلل عميق جدا. هل لهذه السقوط المدوي هل له علاقة بما قاله كبار القادة في الحزب وفي الدولة أيضا المحسوبين على الحزب من أن هناك تجاوزات خطيرة وخروقات كبيرة؟ هل ثم ربط بين هذا وذاك أم أنها فقط يعني اختباء وراء الإصبع كما يقال يعني هذه التصريحات بالنسبة للحزب؟ التجاوزات موجودة. الديمقراطية المغرب تصنف من الديمقراطيات المعيبة، لكن هذا ليس جديدا، هذا كان موجودا في انتخابات 2016 وكان في انتخابات 2011 وكان فيما قبلها من المناسبات الانتخابية. إذا جاز لنا أن نستخدم قضية الفساد واستخدام المال لتفسير ما حصل فهذا السبب هو سبب ثاني. هناك سبب أول أخطر، وهو أن من ألفوا التصويت للعدالة والتنمية والذهاب بحماس خروج من بيوتهم ليصوتوا حتى دون أن يكونوا على معرفة شخصية بأي من القيادات، حتى دون أن تكون عندهم استفادة شخصية من التصويت، كانت هناك فئة من المغاربة تعد بمئات الآلاف تذهب للتصويت إيمانا منها بأن حزب العدالة والتنمية يقدم وعودا سيشتغل على تنفيذها، بأنه استثناء من بين الأحزاب، بأنه يريد أن يعمل للتغيير. هذا فقد في هذه المناسبة للأسف بشكل تام، وكانت النتيجة ما رأيناه. طيب دعنا نسمع رأيا من الداخل من الدار البيضاء مع الدكتور إدريس. يعني قيل الكثير عن أسباب هذه الهزيمة المدوية، قيل إن هناك سوء إدارة من قبل الحزب في إدارة الدولة، وقيل أيضا هناك تهم فساد كبيرة لاحقت طبقة العالية من القيادات قيادات الحزب، وقيل إن الحزب لم ينفذ كثيرا من وعوده الانتخابية، وقيل أيضا إن الحزب تنازل عن الثوابت مثل قضية الفرنسة وقضية التطبيع التي كانت ثوابت بالنسبة للحزب وعلق عليها الجمهور. هل هذه برأيك أسباب كافية لهذا السقوط الكبير أم ثمة وراء الأكمة ما وراءها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا لكم يعني في على دعوتكم الكريمة للمشاركة في هذا البرنامج، وأنا سعيد أيضا يعني أن أشارك مع الأساتذة الآخرين في يعني في محاولة لقراءة يعني ما حدث في يعني بالمملكة المغربية. دعوني أولا يعني أن أشير أولا لماذا هذا الاهتمام يعني بظاهرة سقوط حزب العدالة والتنمية في المملكة المغربية. هذا مهم جدا، لأن يعني عدد من الباحثين والمتابعين يعني في الشرق والغرب يعني خصوا هذا الحدث باهتمام كبير، وهذا شيء مهم جدا. لماذا إذن؟ فأنا أعتقد أنه نشوة الانتصار التي حدثت يعني في يعني قبيل يعني قبل حوالي شهر ونصف انتصار طالبان يعني غدى رغبة جامحة لدى يعني عدد من المسلمين أن ينظروا إلى نشوة الانتصار في مجالات أخرى وفي جبهات أخرى، ولذلك هذا الاهتمام يعني. ولكن بالنسبة للمملكة أو بالنسبة للمملكة المغربية فدعونا يعني ننطلق من أن المملكة أو أن تجربة يعني الإسلاميين في المملكة المغربية كانت معروفة باستثناءاتها، وحتى المملكة في تدبيرها يعني لتعاطي مع الإسلاميين كانت يعني كانت تعرف حالة استثنائية، ولذلك فحتى يعني فحتى هزيمة يعني حزب العدالة والتنمية هذه فهي أيضا تدخل في سياق هذا الاستثناء. ما الذي أدى إلى هذا السقوط طبعا أو هذا يعني هذا الانهزام؟ فهناك عدة أسباب، أو إذا نظرنا إلى الأمر فيمكن أن يعني أن تتعدد زوايا النظر يعني في تقرير يعني في ملامسة يعني وفي رؤية هذا يعني هذا الحدث. أنا أنطلق أولاً أنه تقاليد يعني الممارسة السياسية معروفة، وهو أنه أن التداول يعني التداول على السلطة يعرف صعوداً ونزولاً. فإذا نظرنا إلى هذا الأمر من هذه الزاوية فلا يعني فالأمر طبيعي، فهناك حزب سياسي كان يحكم فترة زمنية معينة يعني لم يدبر هذه يعني لم يستطع أن يحافظ يعني على يعني على على وهجه وغير ذلك فسقط. ربما التعبير الأدق حزب كان يدير أكثر مما كان يحكم. هذا الأمر عادي من هذه الزاوية، أنا أعتقد على أن الأمر عادي،
من زاوية أخرى وهو أنه أن التيارات ذات التوجه الإسلامي ليست كلها مقتنعة من أن المدخل السياسي يعتبر مدخلا مهما جدا في يعني في التغيير وفي الإصلاح. فهناك يعني مكونات أخرى داخل التيار الإسلامي داخل المملكة المغربية تؤمن على أن المدخل السياسي هو مدخل بسيط جدا، ولذلك انصرفت إلى مداخل أخرى. حزب العدالة والتنمية كان تقديره شيئا آخر، وهو أن المدخل السياسي يمكن أن يكون بوابة للتغيير وللإصلاح انطلاقا من الهامش المسموح به، فهو اشتغل على هذا الأمر. فلذلك يعني قد أخطأ التقدير، وقد يكون لم يعني أو لم يهيئ نفسه يعني لمثل هذه التبعات فحصل ما حصل. فالأمر من هذه الزاوية هو أمر طبيعي، لكن أن يقال الآن أن هناك تصويت عقابي يعني لدى شريحة عادية. ما هي المداخل التي اشتغل عليها الحزب برأيك دكتور إدريس؟ إذا لم تكن المدخل السياسي فهي ما هي المداخل؟ لا هو طبعا يعني يشتغل يعني حزب سياسي هو يشتغل على المدخل السياسي، لكن هو شريك لحركة أخرى تشتغل على المداخل الأخرى، على المدخل الدعوي والمدخل التكوين وغير ذلك، يعني إلى جانب حركات أخرى أو تيارات أو مكونات أخرى تشتغل على مجالات أخرى، تشتغل على المجال الثقافي. المحصلة لهذا الاشتغال دكتور إدريس أنه خسر في السياسة وخسر في مسائل الدعوة، بدليل تقلص الكبير لحاضنته الشعبية من خلال لغة الانتخابات. هو الآن بمقياس الخسارة يعني بالمقياس العادي نقول أنه خسر، لكن إذا طبعا بالمقياس السياسي أنه خسر كما يخسر أي فاعل سياسي دخل معركة خسر السياسية. أي حزب دكتور إدريس؟ هو خسر 112 مقعدا ولم يخسر 10 مقاعد، تراجع إلى المركز الأخير بين الأحزاب السياسية الفاعلة في المغرب ولم يتراجع إلى المركز الثاني. أكيد 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 هو تراجع، أكيد هو حصل على مرتبة متدنية، لكن طبعا يعني قياس هذا يعني عملية قياس هذا التدني يعني فيها عوامل أخرى. أنا لا يعني الآن يعني ربما عوامل خارجية ساهمت يعني بالدفع بهذه النتيجة. أيضا هناك عوامل داخلية طبعا، يعني طبيعة النظام السياسي في المملكة وطبيعة المتحكم في اللعبة السياسية يعني قد يكون له دور بطريقة أو بأخرى في يعني في حصول حزب العدالة والتنمية على هذه النتيجة، بمعنى أنها ليست نتيجة إرادية، بمعنى ليست نتيجة ذاتية، بل هناك عوامل داخلية وخارجية ساهمت في يعني هذه فيما يتعلق معذرة دكتور إدريس، فيما يتعلق بالعوامل الداخلية دعني أبني على ما تفضلت بذكره لأنتقل إلى ضيفنا الآخر من الدار البيضاء الأستاذ أبو بكر. هناك مقاربة تقول بأن النظام المغربي أو المخزن كما تسمونه أو القصر الملكي استخدم حزب العدالة والتنمية كأداة لامتصاص حراك الشارع المغربي إبان الانتفاضة العربية قبل 10 أعوام، وأنه أعاد تدويره، وعندما انتهت الحاجة إلى هذا الحزب بسبب عودة الثورة المضادة سمها إذا شئت واستتباب الأمور وضعف الحراك الانتفاضة العربية في الشارع، انتهت الحاجة إلى حزب العدالة والتنمية وطرحه خارجا. ما مدى نجاعة هذه المقاربة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك سيدي على الاستضافة، وتحية لك وتحية لضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الرافدين. صحيح ما تفضلت به، فيبدو أن الدولة انتهت من الحزب وقد استنفذت أغراضها منه بعد أن مررت به مرحلة الربيع العربي، وقد قبل الحزب أن يصطف رسميا إلى جانب السلطة في مواجهة نداءات الشارع للتغيير ومحاربة الفساد والاستبداد، كما أن دوره لربما انتهى مرحليا بعد قبوله تمرير عدد من القرارات التي توصف بغير الشعبية هنا في المغرب، مثل قضية التقاعد ورفع الدعم عن عدد من المواد الأساسية وقضايا أخرى مرتبطة بالتعليم والتطبيع وغيرها. أيضا هناك عامل ثاني، هو أنه هناك مسار طويل لإنهاك الحزب بعد ولايتين حكوميتين أرهق خلالهما بالتسيير، مرفوقا أيضا بحملات تشويه منظمة وقوية. أيضا هناك شعور عام بأن الحزب تخلى عن كثير من شعاراته
ومبادئه ومواقفه. أبو بكر، يعني هذه النقطة بالذات، تخلي عن الشعارات، طرحت قبل قليل، لكن أريد أن أقف معك عند تثبيتك لقضية أن نظام الحكم في المغرب استعمل حزب العدالة والتنمية. ألا ترى أن في تقريرك لهذه المسألة نوع من 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 الاستهانة بالحزب؟ لديه مفكرون ولديه ساسة ولديه خبرات متراكمة منذ أكثر من 20 عاما يمارس السياسة، أليس فيه شيء نوع من الاستهانة وتمييع الأسباب؟ سيدي الكريم، المتتبع للشأن السياسي المغربي يسجل أن في المغرب الانتخابات عموما هي لا توصل إلى الحكم، فقط توصل إلى الحكومة، بمعنى أن كل من يتصدر الحكومة والبرلمان ومجالس أخرى محلية هو ليست بيده السلطة الكافية ليطبق برنامجه الذي يقترحه إبان الحملة الانتخابية. لذلك فكل من يدخل بهذه الشروط الآن التي يفرضها النظام على الداخلين إلى هذا المسار، مسار الانتخابي، فأكيد أن مصيره هو سيكون مصير حزب العدالة والتنمية ومصير الاتحاد الشراكي. نعم، حزب العدالة والتنمية فرض فرضا على النظام المغربي أن يسمح له بتصدر انتخابات سنة 2011 بعد موجة الربيع العربي وبعد ضغط الشارع الذي كان آنذاك متمثلاً في حركة 20 فبراير. الإسلاميون عموماً غير مرغوب فيهم، لذلك فالنظام المغربي على مضض سمح لهم مغربياً، يعني شعبياً أم من قبل النظام؟ وكذا لا، أنا أتحدث عن النظام، عن السلطة السياسية الحاكمة بالمغرب، أما الشعب لا أتحدث عن الشعب. لكن هناك عامل آخر كما قلت مهم جدا، هو أن ساهم في سقوط العدالة والتنمية هو شعور عام بأن الحزب تخلى عن الشعارات والمبادئ والمواقف لأجل توافق غير متحقق مع السلطة. الناس ترى أن الحزب خذلها في معيشها وتفاصيل حياتها، قد كانت سياساته الاجتماعية ضد مصالح فئات واسعة من الشعب، وفي العلاقة أيضا بالمبادئ التي طالما أعلنها، آخرها جلوس رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية للتوقيع بنفسه على اتفاقية التطبيع. هذه الوضعية التي جعلت الناس في حالة ذهول وعدم ثقة في قيادة الحزب واختياراته، وأيضا الوفاء لمبادئه، وهذه واحدة من أمور كثيرة. أيضا هناك خلافات عميقة بين قادته، خاصة جيل المؤسسين، وقد تفجرت أكثر عقب الإعفاء الشهير لعبد الإله بن كيران من تشكيل الحكومة بعد كل العراقيل التي وجدها أمامه وكانت مفبركة، حالت دون تمكنه من النجاح في مهمته قبل أن يجري إعفاؤه. والأهم ما يشبه تخلي قيادة الحزب عنه وقبولها بالشروط التي رفضاه، ما فجر خلافا عميقا لا يزال الحزب يؤدي ثمنها. أيضا هناك الخامسة سيدي، اسمح لي أعتبرها من تفضل يعني، لكن أرجو أن تختصر، تفضل. خامسا، أعتقد أن هذه النقطة هي السياسية القاسية التي خاضها حزب العدالة والتنمية ضد شركاء الحكومة، الذي تعمدوا النأي بأنفسهم عن كثير من القرارات التي تحملها الحزب وحده، أو جرى التسويق على أن الحزب يتحمل وحده المسؤولية. وللأسف قبل حزب العدالة والتنمية هذه الوضعية، ولأجل توافق كذلك مغشوش سكت عنها ليؤدي ثمنها غاليا في مصداقيته وصورته وشعبيته. والنتيجة أن من يتصدر النتائج اليوم هو حزب التجمع الوطني الأحرار، الذي يعرف الدارسون أنه حزب السلطة. لكن أستاذ أبو بكر، أرجو المعذرة، نريد أن نوسع قليلا دائرة الحديث عن هذا الموضوع، وهنا أسأل الأستاذ أحمد مرة أخرى، إذا جاز لنا أن نوسع دائرة الحديث، هل يمكن قراءة سقوط حزب العدالة والتنمية المغربي في سياق ترتيب إقليمي معين يقوم على إقصاء الإسلام الحركي والسياسي والإتيان بالفريق المناقض له، أم أن سقوط الحزب نتيجة تفاعل سياسي داخلي محض كما تحدث ضيفانا قبل قليل؟ هي الصورة فيها شيء من التعقيد. في الحقيقة القوى الإقليمية حاولت إسقاط الحزب في انتخابات 2016
وبذلت من أجل ذلك أموال كبيرة، وقدم حينها حزب الأصالة والمعاصرة باعتباره بديلا حداثيا. من هي القوى الإقليمية محيطة بالمغرب؟ الجزائر مثلا؟ لا، ليس الجزائر، يعني الدول المشهورة بأنها تحاول من خلال الإعلام، من خلال دعم أطراف معينة، تحاول إزاحة أي حزب له صفة إسلامي أو هو قريب من صفة إسلامي، وتحارب الديمقراطية والحرية بشكل عام في بلداننا كأنها تخاف منها. فالمحاولة تمت في 2016، وتبين أن وجود حزب بقيادة قوية يخاطب الناس بصراحة كما فعل عبد الإله بن كيران، وكما فعل معه قيادات وزعماء الحزب حينها في 2016، خاطبوا الناس بصراحة، بيّنوا لهم أن المعركة شديدة، بيّنوا لهم أن البلاد في حاجة إلى استمرار حكم قريب من الشعب. على رغم كل العلات والعيوب الموجودة في النظام الديمقراطي في المغرب وأنه نظام معيب، فقد تمكن حزب العدالة والتنمية من الانتصار في 2016 لأنه وفر أسبابا لم يوفرها في 2021، رغم أنه في 2016 كانت الثورة المضادة على أشدها، ورغم أن الحزب الآخر الأصالة المعاصرة بنى إمبراطورية إعلامية، وزعيمه حينها إلياس العماري كان يعني كأنه يضمن الفوز بالانتخابات، وجاءت النتيجة حينها مفاجأة بأن الحزب زاد عدد المقاعد التي حصل عليها عن 2011. ثم كانت أزمة تشكيل الحكومة حين حصلت عرقلة لتشكيل عبد الإله بن كيران للحكومة، استمرت عدة أشهر وقاوم فيها هو بشراسة، ثم بعدها دخلنا في مرحلة من للأسف من الخذلان يعني والضعف أدت إلى ما نراه اليوم للأسف الشديد. وهذا يستوجب الحديث عن تداعيات ما حصل على الحزب بعد قليل. هذا فاصل قصير ولنا بعده عودة. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن تردد قناة الرافدين الفضائية هو 10727 الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايل سات. أسعدكم الله، عدنا لمواصلة الحديث عن نتائج الانتخابات المغربية الأخيرة ومستقبل حزب العدالة والتنمية. دكتور إدريس، بكثير من الموضوعية، هل نتيجة الانتخابات وطبيعة الخسارة التي تلقاها حزب العدالة والتنمية يمكن أن تقول تؤدي إلى القول بأنها تدخل تحت عنوان ضربة ساحقة أم تراجع تكتيكي أو مرحلي أو مؤقت؟ أنا دعوني أولا يعني نحدد إطار التدافع السياسي أو إطار التدافع التغييري عامة ما بين المكونات. ففي اعتقادي المتواضع نحن في إطار تدافع تغييري إصلاحي ما بين عدة قوى، أتحدث هنا داخل المملكة المغربية وايضا حتى يعني خارج المملكه، يعني في بلدان واقطار اخرى. اعتقد ايضا ان اعمار التغيير لا تقاس بسنه او بسنتين او حتى بعشر سنوات. البوصله الحقيقيه التي اعرف ان حزب العداله والتنميه تبناها هي بوصله المساهمه في الاصلاح مع الاطراف الاخرى، وبناء تراكم في مجال الإصلاح والتدافع مع القوى الأخرى. اليوم في هذه العشرية التي حكم فيها حزب العدالة والتنمية ينبغي أن نكون على الأقل موضوعيين أنها عشرية لم تكن عشرية دموية كما كانت في يعني في دولة جارة، ولم تكن عشرية انقلابية يعني سجنت عديد من القيادات، بل كانت عشرية يعني ساهمت
في بناء أوراش والقيام بعدة يعني تغييرات على المستوى البنيات اللوجستيكية داخل المملكة، وحققت أشياء من أبرز هذه عفوا دكتور إدريس، من أبرز هذه التغييرات مثلا فتح المجال أمام الفرنسة التي يرفضها المغاربة، مثلا إقامة التطبيع مع الإسرائيليين، هل هذه تعتبر ضمن الإنجازات الهادئة مثلا في هذه العشرية؟ هذه لا هذه نحن نتحدث عن إنجازات أخرى، يعني ينبغي يعني إذا يعني قدمنا وقمت بتقديم حصيلة يعني لهذه الإنجازات فأكيد يعني سيحصل فيها نوع من الانشراح وغير ذلك. فهذه الإنجازات أيضا في مقابلها هناك إنجازات سيئة، وهذا طبيعي من الأحزاب السياسية، يعني لابد أن تكون يعني أن تخطئ وأن تنجح. كلامك من حيث المبدأ دكتور، يعني أرجو أن يتسع صدرك لي، لأنني أنا أتبنى الرأي الآخر ومضطر لذلك، وسأكون أيضا مع مخالفك مضطر يعني أتبنى الرأي الآخر. لكن مهما كانت الإنجازات الداخلية ذات قيمة كما تفضلت، يبقى الحديث الأكبر هو عن إطار الدولة، عن إطار المجتمع، عن هوية المغرب. هوية المغرب هل ستتجه نحو فرنسا؟ هل ستقصى اللغة العربية من البلاد ولا توجد أمة في الدنيا تستطيع أن تضحي بهويتها وبلسانها؟ هل ستقيم المغرب علاقات مع الكيان الإسرائيلي من دون أي حل للقضية الفلسطينية؟ هذه هي المسائل التي يجب أن يتحدث عنها، لأنها ترتبط بمستقبل المغرب. صحيح. لا، دعني سيدي الكريم، الصراع حول الهوية بالمملكة المغربية لم يكن صراعا وليد اللحظة، هو صراع منذ الاستقلال. كانت هناك أطراف تسعى إلى سلخ المجتمع المغربي من هويته الإسلامية والعربية ولم تفلح، فكانت يعني كانت تعرضت لمقاومات يعني من طرف عدد من المقاومين وعدد من المواطنين. هذا الأمر لا زال لحد الساعة في كل مرة يتخذ لبوسا معينا، وأكيد يعني في نفس الوقت تكون مواجهة له، سواء يعني من تيارات إسلامية أو من غيرها من التيارات الوطنية والقومية. فإذا أيضا في مسألة التطبيع، الذي يتبنى التطبيع هي الدولة، لم يتبنها حزب العدالة والتنمية. حزب العدالة والتنمية والفعاليات والمنظمات والهيئات يعني المقاومة للتطبيع لا يعني بقيت على حالها، لا زالت على حالها لحد الساعة. حتى يعني الأمين العام للحزب يعني ولو أنه وقع مكرها على ذلك التوقيع، ففي المقابل يعني استقبل يعني أعلى هرم في حركة حماس، واستقبله ويعني وأقام له يعني عدة لقاءات في سبيل يعني إحداث نوع من التوازن. طيب، فهذا الأمر لا ينبغي أن ننظر إليه. أيضا في مجالات أخرى، فإذا نكون من الموضوع يعني نتحلى بقدر من الـ يعني إن صح التعبير من الموضوعية في تقييم العام، لأنه الحزب سيبقى مكونا بسيطا ضمن مكونات آخرون براغماتية وليست موضوعية. يا صحيح، قد تكون براغماتية وقد تكون واقعية. فإذا قدرة هذا الحزب على انتهاج هذه البراغماتية والواقعية بالشكل الذي يحقق أكبر قدر من المصلحة، فهذا شيء مهم. لكن ليس هو الآن نواجه يعني خصما سياسيا واضحا، بل نواجه خصوما داخليين وخارجيين. أنا يعني المسألة يعني الضغط الخارجي والاشتباكات والدور الإقليمي وغير ذلك، يعني كان منذ تولي حزب العدالة والتنمية لسدة الحكم، وكانت يعني كانت المساعي نحو الإطاحة به، لولا ظروف معينة يعني تبنت خيارا آخر غير خيار إسقاط حزب العدالة والتنمية. وتكررت العملية أيضا في 2013 دكتور إدريس، فيما يتعلق بموضوع إسقاط حزب العدالة والتنمية، هنا أذهب لأسأل لو أذنت لي الأستاذ أبو بكر، دعوة الأمين العام السابق عبد الإله بنكيران وهو الرجل القوي في الحزب، دعوة خلفه سعد الدين العثماني إلى الاستقالة، حقيقة عكست أحد مظاهر تجدد الخلاف العمودي في الحزب على مستوى القيادات. هناك من تحدث غمز من هذه القناة ليقول إن الحزب معرض لانشقاقات حقيقية في المستقبل. ما مدى صحة هذه المقاربة وهذه الرؤية؟ هل الحزب يتجه إلى انشقاقات جديدة؟ سيدي، أتصور أن الحزب سيعاني كثيرا من تبعات هذا السقوط الانتخابي المدوي، وهو أمام احتمالات أبرزها مزيد من تحلل الحزب وضعفه وتآكله. وفي الحياة الحزبية المغربية الكثير من الشواهد على هذه الحالة التي انتهت إلى الاندثار والتحلل الكامل.
أيضا ممكن خيار آخر أن يكون استمراره ضمن حجم سياسي معين يحافظ من خلاله على حضوره دون أن يكون فاعلا على نحو كبير في المشهد، اللهم توظيفه ضمن ترتيبات وتوازنات معينة. احتمال ثالث وهو ممكن أن يستعيد الحزب لمبادرته ويلملم وضعه الداخلي هو استعادة المبادرة لإعادة تقييم وضعه السياسي بكل جرأة وإعادة طرح سؤال بشأن مكاسب وخسائر خيار المشاركة من داخل المؤسسات ومدى نجاعة الاستمرار في الأدوار التي قام بها. وأتصور أن الحزب يضم الكثير من النوايا الصادقة التي لا يعجبها ما وصل إليه، وستحاول معالجة الأضرار التي أصابت الحزب، لكن السؤال المطروح هو هل ستنجح هذه النوايا الحسنة في مهمتها بالنظر لكل الأضرار التي لحقت بالحزب؟ هذا السؤال أستاذ أبو بكر وجيه ومعلق هو برهن المحور الثالث الذي سنبحثه بعد قليل، لكن لو أذنت لي أن أعود مرة أخرى إلى الاستوديو لأني سأعود إليك بعد قليل. في سياق الحديث عن تداعيات ما حصل في الانتخابات النيابية الأخيرة، إلى أي مدى يمكن القول بأنه الناخب المغربي فقد الثقة بالتيار الإسلامي في البلاد؟ هذا سؤال حقيقي ومطروح الآن. نعم، أود أولا الإشارة إلى مسألة مهمة، أن قيادات حزب العدالة والتنمية لم يعني تعاني من مشكلة فضائح فساد، فهذه القيادات ليست فاسدة لكنها للأسف عاجزة، والضرر في الحقيقة واحد، كانت الأضواء والكشافات مسلطة عليهم، لو كانت هناك أي شبهة فساد للوحقوا بسببها، لكنها غير موجودة. الذي جنى على الحزب وأدى إلى ما وصل إليه الآن هو حالة التراخي منذ 2017، منذ تولي سعد الدين العثماني قيادة الحزب وقيادة الحكومة، غلبت حالة شديدة من التراخي والتماهي والتماشي مع باقي الأحزاب ومع الدولة العميقة، وكانت نتائج ذلك كارثية. يعني الناخب شعر بأن الحزب أخذ له وبأنه لم يفي بما وعد به في الحملة الانتخابية، خاصة أنها كانت وعود كبيرة. هل يعني هذا فقدان الثقة تماما بالإسلام السياسي في المغرب؟ في الحقيقة أنا أقول فقدان الثقة بحزب العدالة والتنمية، هو الذي يمثل السياسيين الإسلاميين سياسيا. للأسف لدينا حزب واحد إسلامي، لأن يعني باقي المكونات فضلت المقاطعة، فضلت الدعوة إلى المقاطعة، وهذه الدعوة أنا أقول أنها نجحت فعلا وكانت نسبة المقاطعة مهمة، ولكني أسألهم الآن ما هي الخطوة الموالية؟ يجب أن تكون هناك خطوة موالية. هذا سنبحثه بعد قليل، لكن أنا ما زلت مصرا على سؤالي، هل هذه الانتخابات رسالة من الشارع المغربي بأنه لا مكان الإسلام السياسي في المستقبل البلاد؟ أعتقد أنها رسالة بأن حزب العدالة والتنمية لم يعد يمثل قوة الحزب، يعني يدعي أن لديه مرجعية إسلامية ويدعي أنه أتى لإصلاح الأوضاع ولحماية الهوية وحماية مصالح الناس والدفاع عنها دون خوف من العواقب، هذا كله لم يفعله الحزب. هل هذا يمكن أن يدفع الحزب في المرحلة المقبلة؟ وهذا أنا في نظري سؤال مهم، ممكن أن يدفع الحزب في المرحلة المقبلة إلى مزيد من الحداثة، مزيد من العصرنة، يعني إلى أن يتحلل أكثر من الخطاب الإسلامي حتى لا يضع على نفسه تبعات؟ يكفيه ما فعل من ذلك لحد الآن. الحزب مثل عدد للأسف من الأحزاب التي تسمى بإسلامية في العالم العربي ظل يتجه إلى الليبرالية، حتى صار يزايد على الليبراليين في بعض المواقف. ليت أحزابنا المحافظة تكون في مستوى محافظة الأحزاب في الغرب، فهي عندها نقاط ومبادئ لا تساوم عليها إطلاقا. الذي حدث بالنسبة للعدالة والتنمية أنه منذ عقود يجامل ما يسمى بالحداثيين في المغرب، اليسار والليبراليين، فهو يجاملهم في المواقف حتى تخلى عن مواقفه الأصلية، وصار الأمر يعني مثيرا للحرج بشكل يعني مزعج جدا. فكل حزب حتى يحافظ على
قاعدته الانتخابية وحتى يفي للناس بما التزم بها، عليه أن يكون وفيا لمبادئه المعلنة ولا تجره التيارات والقوى الأخرى إلى أن يتخلى عن تلك المبادئ حتى لا يلفظه الجمهور كما لفظ حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التي رأيناها للأسف. طيب لو نعود سويا إلى الدار البيضاء، أستاذ دكتور إدريس ألتمس منك الاختصار في سياق ذاته، هل هذه النتيجة تعني هناك غياب حقيقي تام تقريبا للحديث عن الكتلة الانتخابية التي تقف وراء حزب العدالة والتنمية، هي الكتلة الشعبية التي أوصلته عام 2011 وعام 2016 وحتى رافقته كل هذه المدة، هذه الكتلة الشعبية التي انتخبت الحزب هل معرضة للانفضاض للتوزع على باقي الأحزاب وبالتالي خسارة هذه الكتلة؟ سيدي الكريم، أولا لابد من يعني حينما نتحدث عن عقاب الناخب لحزب من الأحزاب السياسية كحزب العدالة والتنمية في المملكة المغربية، فينبغي أن ندرك على أننا نتحدث عن بيئة سياسية في طور الانتقال الديمقراطي، لم نشكل أو لم تتشكل أعراف يعني أعراف حقيقية في الممارسة الديمقراطية داخل المملكة، فلذلك يمكن أن نتحدث عن عقاب الناخب تجاه حزب سياسي معين، نتحدث عن أن هذا الأمر في بلدان يعني ذات عراقة في على مستوى الممارسة الديمقراطية. في المملكة المغربية لا، نحن الآن في مرحلة الانتقال الديمقراطي، منسوب الوعي السياسي ضعيف جدا، هناك حالة من الأمية، حالة من الجهل، حالة من الفقر تدفع خصوما سياسيين أن يوظفوا كل ذلك من أجل أن يدفعوا بشريحة معينة من أن تتقاضى وأن تتقاضى رشاوة من أجل أن يصوتوا على ذلك الحزب أو لا. فإذا ينبغي أن نكون حذرين في يعني في استعمال بعض هذه المؤشرات. الأمر الثاني، اليوم حينما نتحدث عن خسارة حزب العدالة والتنمية أو خسارة التيار الإسلامي أو عدم إمكانية نهوضه مرة ثانية يعني لكي يكون على أن يكون على قدم وساق مع الأحزاب السياسية الأخرى، أنا أتحدث الآن كأننا يعني بسبب يعني التصويت على الفرنسة وبسبب التطبيع وغير ذلك يعني كان هذا الأمر، والناخب يعني انصرف عن حزب العدالة والتنمية. أنا أقول هذا الأمر غير وارد إلا بمقدار معين، لأن الذين الآن يعني ينادون أو يعني يحملون شعار مواجهة التطبيع هم نخبة من المتعلمين لا تشكل إلا نسبة معينة جدا في شريحة الناخبين، ولا يمكن أن يكون لها هذا التأثير. دعنا أن نقوم بمقارنة بسيطة. معذرة دكتور إدريس، يعني معذرة، أرجو المعذرة، ما نشاهده عن المغرب مثلا، أعطيك مثل في ملاعب كرة القدم، أن هناك طبقة واسعة من الشعب وهي تذهب لتشاهد مباراة تحمل قضية فلسطين وتحمل قضية العرب وتحمل قضية الهوية العربية والإسلامية، هذا على مستوى الشعب في ملعب 50-60 ألف مشاهد، فهذا يعني ربما يتعارض مع ما تفضلت به من أن قضية المواجهة أو قضية الهوية أو قضية التطبيع هي حكر على النخب. أنا لا أقول لا هي طبعا أن النخب هي التي ستذهب، لأن هؤلاء الذين الآن تراهم في يعني في في يعني في الملاعب جزء منهم لا يحمل بطاقات يعني التصويت ولا يذهب للتصويت أصلا، فلذلك لا يمكن يعني أن يشكلوا يعني إن صح التعبير مؤشرا على دورهم في عقاب حزب العدالة والتنمية تجاه هذه القضية أم ذاك. دعني أقوم بمقارنة أخرى، اليوم يعني عندنا نموذج ناجح وكلنا نعتبره أنه ذو خلفية إسلامية، وهو نموذج تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا. تعرفون يعني حجم التطبيع وحجم الاتفاقيات التي تجمع حزب العدالة والتنمية التركي مع الكيان الصهيوني في اتفاقيات عسكرية وتقنية وغير ذلك. تعتقد أن حزب العدالة والتنمية يأتم بحزب العدالة التركي في هذا المجال؟ لا 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 لا، أنا أعطيك على سبيل المقارنة مع وجود فارق. أنا أقول لك بأنه الناخب والكتلة الكبيرة جدا داخل المجتمع التركي كتلة محافظة أيضا، ويعني والقضية الفلسطينية في يعني في قلبها وفي يعني في جوهرها، وانظر إلى التظاهرات الكبرى كما في المغرب. فلذلك يعني فلماذا الآن يصوت كل الناس يعني شريحة كبيرة أو نخبة كبيرة أو عدد كبير جدا من المصوتين يصوتون على حزب العدالة والتنمية في الاستحقاقات تلو الاستحقاقات؟ فإذا فأنا أقول بأنه الفشل في مجال التدبير السياسي والتدبير الاقتصادي للأوراش الاقتصادية
وتوزيع الثروة وغير ذلك، هذا لم يفلح فيها حزب العدالة والتنمية المغربي. طيب. نظرا لي يعني لي طيب. لي يعني لي لعدم قدرته او لعدم يعني لضعف كفاءته. طيب. وضعف كفاءة اطره في هذا المجال. لو انه كان ارجو المعذرة دكتور، دعنا ننتقل الى ساحة اخرى او الى محور اخر لاسال الاستاذ ابو بكر. الان هناك كما تعلم في 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 المغرب هناك الاسلاميون تياران، تيار معارض للمشاركة في العملية السياسية ورافض لها لأنه يشكك ولا يعترف بشرعية النظام من جذوره، وهذا يمثله جماعة العدل والإحسان وجماعة حزب العدالة والتنمية الذين اقتحموا العملية السياسية وكان ما كان. بعد هذه الانتخابات برأيك لمن ستكون الغلبة من حيث التوجه العام بالنسبة للإسلاميين؟ هل للزهد في العمل السياسي أم سيتغلب منطق حزب العدالة والتنمية بالتالي التنمية وبالتالي الاندفاع نحو المشاركة السياسية؟ لا بد من الإشارة على أن العدالة والتنمية هو امتداد لحركة التوحيد والإصلاح وليس جزءا أو عفوا ليس إلا جزءا من الإسلاميين وليس كل الإسلاميين. كما أشرت هناك جماعة العدل والإحسان التي تقاطع الانتخابات وترفض المشاركة فيما تعتبره انتخابات عبثية وهزلية لا تفرز من يحكم وتوجه انتقادات قوية للنظام وتتمتع بشعبية كبيرة ولها حضور سياسي قوي على أكثر من صعيد. وقد سبق أن نصحت العدالة والتنمية وقيادته من مخاطر المشاركة من داخل المؤسسات وحذرت قبل أكثر من 10 سنوات من المآل الذي انتهى إليه الحزب اليوم. أما فيما يخص العدالة والتنمية هو الآن أمام اختيار واحد، وأنه يجب أن يتم اختبار تقييم اختياراته على ضوء النتائج والهزيمة القاسية التي تعرض لها. هو الآن أمام اختبار مساءلته لقيادته المسؤولة عن كل هذا المسار ونتائج هذا المسار. لذلك فحزب العدالة ما زلت عند سؤالي أستاذ أبو بكر، هل سيتكتل الإسلاميون وراء جماعة العدل والإحسان وبالتالي ينكفئ عن المشاركة السياسية ويقلل من شرعية أي عمل سياسي أو عملية سياسية مستقبلا في البلاد؟ هل هذا نصر لمقاربة جماعة العدل والإحسان برأيك ما حصل؟ صحيح، أنا أعتقد الآن أن سقوط العدالة والتنمية بهذا الشكل الكبير في الانتخابات هو إعلان عن نهاية مسار كانت العدل والإحسان تنبه إليه وتقول أنه لا يمكن أن نقوم بإصلاح من داخل المؤسسات. لذلك فهو أنا أعتقد أنه نهاية مسار ما يسمى بالإصلاح من الداخل. والآن ما شهدناه خلال مقاطعة الانتخابات، الآن يمكن أن نقول أن مقاطعة الانتخابات في هذه السنة كانت مقاطعة كبيرة، لأن من لم يصوت على حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن نعتبره صوت لحزب الأحرار الذي هو شريكه في الحكومة السابقة، بمعنى أن الكتلة التي لم تصوت على حزب العدالة والتنمية هي انضافت إلى المقاطعين. لذلك فيزداد الوعي يوما بعد يوم لدى المجتمع، لدى القوى المختلفة في المجتمع. لكن هذه عدمية أستاذ أبو بكر، هذه عدمية، يعني عدم المشاركة وترك المجال للليبراليين مثلا، هذا فيه نوع من العدمية أو العبثية، بمعنى أنه ماذا بعد ذلك؟ سيدي يجب أن نميز بين مسألتين، بين المشاركة السياسية وبين المشاركة الانتخابية. العدل والإحسان وغيره من المقاطعين لا يشاركون انتخابيا، ولكن هذا لا يعني أنهم لا يشاركون سياسيا، فهم موجودون في المجتمع، في التظاهرات، في الحركات المجتمعية، في الحركات القطاعية المتعلقة بالأساتذة، بالأطباء، بحركات التي كانت في الشمال، في حراك الريف، في حراك جرادة، في حراك زابورة، في كل الحركات وأيضا في كل النقابات. بمعنى هؤلاء الذين يقاطعون الانتخابات ويقاطعون المؤسسات التي يعتبرونها شكلية وضعيفة الصلاحيات وقليلة المردودية في نسق سياسي مغلق يتحكم فيه ملك. ولكن سيد أبو بكر، الآن التصريحات الصادرة عن الفائزين في الانتخابات وهم الليبراليون تشي بأن مستقبل المغرب في طريقه إلى التغير. وهنا أسأل الأستاذ أحمد،
يعني الليبراليون يتحدثون عن أن المغرب لن يكون دولة إسلامية بل سيكون دولة حداثية ديمقراطية ليبرالية إلى آخره. هل هذا الخطاب يثير خوفا لدى الشارع المغربي المحافظ بطبيعته ويدفعه باتجاه تكتل الإسلاميين في مواجهة الخطوات الليبرالية المقبلة؟ وألتمس منك الاختصار. الخطاب خلال هذه الأيام هو امتداد لخطاب خطير يلاحظ منذ مدة ولاحظ في الانتخابات السابقة، وفيه جرأة شديدة على ثوابت الأمة، فيه جرأة على العربية، تحقير للغة العربية، فيه جرأة على مكانة التربية الإسلامية، فيه دعوات إلى إزاحة أمور الهوية من التعليم. فهذه إشارات ينبغي أن تجعل المجتمع يستيقظ وينتبه، المجتمع بشكل عام، المجتمع كله مسلم، هذا المجتمع يجب أن يضغط على الأحزاب بما فيها الأحزاب الليبرالية حتى تحترم أمور الهوية. في الولايات المتحدة رغم أن الحزب الديمقراطي حزب ليبرالي ذو ميول أحيانا يسارية، فإنه لا يجرؤ أبدا على أن يذكر المسيحية بسوء، بل يصر الرئيس بايدن دائما على أنه متدين وعلى أنه يذهب إلى الكنيسة كل أحد، والرؤساء الديمقراطيون دائما يتنافسون في التدين أو في إظهار التدين على الأقل واحترام الكنيسة والدعوة إلى مناسبات مثل مناسبة اليوم الوطني للصلاة وحث الناس على الدعوة. هل سيتحالف الإسلاميون جماعة العدل والإحسان وباقي المكونات الإسلامية مع حزب العدالة والتنمية، هل يمكن أن يدفعهم إلى التكتل برأيك أم أنهم ما زالوا يعني بعيدين عن هذا الوعي؟ والله هم يضيعون الوقت الآن. العدالة والتنمية ضيعت الوقت لأنها لم تكن صارمة بما يكفي في مواقفها، والعدل والإحسان تضيع على المغرب الوقت والفرص لأنها عدمية، تكتفي بالمقاطعة والانتظار. المقاطعة والانتظار لم تعد تكفي، هل ننتظر 40 سنة أخرى أو 50 سنة أخرى؟ الحال خطير جدا، الهوية مهددة، الاقتصاد مهدد بسبب الوباء وبأسباب كثيرة، البلد في حاجة إلى جهد كل أبنائه، يجب أن تصرف الجهود في الإصلاح وليس في المناكفات وليس في العداء الداخلي، سواء داخل التنظيم الواحد مثل حالة العدالة والتنمية والمشاكل الموجودة بين قياداته أو بين التنظيمات المختلفة، بل يجب أن يتم الضغط على كل الأحزاب لكي تنخرط في المسار الإصلاحي، وهذا يهم كل فرد من المغاربة. علينا جميعا أن نستخدم كل وسائل التواصل الاجتماعي وكل وسائل الضغط المتاحة لكي ننقذ البلد من التراجع ومن السقوط في أزمة أو في انحراف عقائدي أو على مستوى الهوية. الله أعلم كيف ستكون نتائجه لا سمح الله. طيب دكتور إدريس أختم معك، إذا ما أراد الحزب حزب العدالة والتنمية أن يحافظ أو أن يستعيد زخمه وقوته السياسية وأن يتجنب مصيرا أسودا يرى مراقبون أنه ينتظره في المرحلة المقبلة، ما الخيارات التي بين يديه بدقيقتين؟ هو حزب العدالة والتنمية كباقي الأحزاب السياسية يعني التي بوصلتها المساهمة في الإصلاح، وأنا أعتقد أن بوصلة الإصلاح من مقتضياتها التدرج، ومن مقتضيات التدرج هو الوصول في النهاية إلى شيء. أنا أعتقد أنه هناك ستحدث مراجعات كبيرة جدا في مسألة يعني مدى حجم يعني الفعل السياسي وتقدير مدى إمكانية الاشتغال في الهامش الموجود. تعني المراجعات إعادة يعني تشكيل الحزب من جديد على أسس جديدة؟ لا، هو أكيد ستكون مراجعات ستشمل الرؤية، ستشمل الأدوات، ستشمل الميكانيزمات الاشتغال، ستشمل الحداثة باتجاه المحافظة. لا، هو في اتجاهين معا، في اتجاه التحديد وليس، وأيضا في اتجاه الـ المساهمة الفاعلة في بدينامية الإصلاح والتغيير داخل المجتمع. وأنا أعتقد أن هناك هذه المراجعات كانت يعني بدأت منذ يعني تقريبا قبل أكثر من يعني 5 سنوات أو 6 سنوات قبل أن يحصل ما يحصل، والآن ستزداد بعد يعني ما يعني ما يعني بعد ما حصل، وأكيد ستكون لديها يعني لذلك نتائج إيجابية. أنا أعتقد أن هذه المراجعات يعني هي شبيهة بالمراجعات التي قام بها حزب العدالة والتنمية التركي. أنتم يعني إذا ما قمنا بمقارنة بسيطة فنفس المسار، أنتم تدركون يعني وتعلمون أن حزب العدالة والتنمية لم يأتي، التركي أتى على أنقاض حزب الفضيلة
حزب الفضيلة قبله كان حزب يعني حزب الرفاه، وقبل حزب الرفاه كان حزب النظام وحزب السلامة، فهناك يعني أزم. فإذا هذا الزخم، هذه الرؤية التدرجية، أنا أعتقد أن أبناء حزب العدالة والتنمية المغربية يتبنونها ويسيرون وفقها مع الحفاظ على بوصلة الإصلاح. إن ما أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فلذلك الاستطاعة في الإصلاح يعني يحاول الحزب العدل والتنمية المغربي أن يكيفها وفق البيئة السياسية المغربية. أشكرك دكتور. المملكة المغربية دولة كبيرة وبإمكانات عظيمة، نتمنى الخير، كل الخير لها ولجميع الدول العربية. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الكرام، كان معي في الاستوديو الأستاذ أحمد القاري الباحث في أنظمة الحكم، كما شاركنا الحوار من الدار البيضاء في المغرب الأستاذ أو الدكتور إدريس بوانو الباحث الأكاديمي، وأيضا من الدار البيضاء شاركنا أبو بكر المنخاري الباحث في الفكر السياسي المعاصر. كل الشكر لكم، يبقى مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، دمتم في حراسة الله.